ابتدى كده، احنا شغالين فيديو. قول بقى اقول ايه؟ انت فين اصلا يا سامح؟ انا في الارض يا باشا، بتعمل ايه يا سامح؟ بشتغل مزارع. ايه يا سامح؟ النهارده بنزرع. النهارده اقول لك حاجه، بس النهارده يوم 9 يناير 2012. 2012. دلوقتي احنا بنزرع فول اسمه بالعربي او بالمصري فول فول حراتي. حراتي. من الفول الحراتي دوت تقدري تزرع تطلعي فول نابت وفول اخضر اللي هو الفول العادي بتاعنا اللي احنا بنشتريه من مصر، وتنشي. ممكن تسيبي الزرع زرعة الفول عشان تنشف وتطلع اللي هو عشان ندمسه. طب واللبس اللي انت لابسه ده منين ان شاء الله؟ اهو بقى ربنا رزقنا بيه. والجزمة الشياكة، وريني الجزمة، منظر الجزمة لو سمحت. جزمة ايه يا باشا؟ دي جزمة هاي لايف خالص. بس الحمد لله الشتاء حلو السنة دي، ده على وشنا بقى يا عم سامح، أشكر ربنا الحمد لله. مفيش برد. درجة الحرارة دلوقتي 11، الساعة دلوقتي 12 الظهر و11 ونص. 11:30. فطبعا انك انت تلاقي جو بالطريقة دي وشمس بالحلاوة دي في الشتوية زي ديت ما حصلتش بقى لها سنين. عشان تعرف بس اختك. اسألني يعني. ايوه، انا جبت الشمس وجيت معاها الى ايطاليا اسندني عشان تعرف بس. بس. وبيقولوا الشمس في مصر مش موجودة والدنيا برد في مصر. زيادة عن اللزوم عشان انا سبت مصر يا عم سامح. عشان تعرف بس، مش اي حد. بس فبإذن الله بقى زرعة الفول ديت على شهر 5 6 حسب بقى الحر وحسب ال يعني مش هدوقها بقى ايه كده. حسب. لو الدنيا حر بتطلع على شهر 5، لو الدنيا مبردة ومفيش شمس كتير تطلع على شهر 6 أوائل 6 شفت الحفر اللي حسب الجو. شفت بقى الحفر اللي هي اللي مفتوحة دي. بص الحفرة اللي انت بتقفلها. قصدك على الفولة دي واللي باينة. جنبها دوت السماد؟ باينة قوي. انت عمال ترمي ايه يا ابني؟ تلقط من الارض وترمي ايه؟ الحشيش ده حشيش فيما بعد بياكل اكل الفول، فالحاجات ما بتطلعش. حلو ايه قوي وانت مزارع. قشطة. يلا كل سنة وانت طيب بقى. انت بقى باي باي. ليه بس؟ طب عايز ايه؟ مش هتزرعي معايا؟ ما انا عملت اللي عليا وزيادة. خلاص كده؟ انا اشتغلت شغل يعني. اول مرة في الحياة. معلش تنسيش ان ابوكو كان راجل يعني جاي من اسيوط. الله يرحمه، الف رحمة، النور تنزل عليه. ابوكو جاي من اسيوط، كان جاي من حتة يعني فيها زراعة. بس اهو واحدة واحدة اشتغل يا سامح بذمة. ها لازم اشتغل، ما هو الحياة كفاح. يعني على الكفاح، راجل بتاع سياحة بقى بتاع زراعة. لا ودي شغلتي، دي مش شغلتي. بس ده تقدري هتعملي حاجة بإيدك انتي ليه لا؟ وغير كده السياحة في مصر خلاص ماتت.